للوقوف عند الذكرى 19 للغزو الأمريكي البريطاني على العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، مرحبا بكم. لنبدأ على المستوى السياسي دكتور، يعني 19 عاما على بداية الغزو الأمريكي للعراق، كيف ترون أثر هذا الغزو اليوم بعد الاحتلال؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم ولقناة الرافدين. أستذكر بهذا اليوم الذكرى الأليمة والجريمة البشعة التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق، مستخدمة الأسلوب الكذب والتضليل الذي تمارسه دائما. وبعد عقدين من القتل والتشريد والتدمير وتدمير البنى التحتية، اتضح للعالم أجمع بأن هذه الكذبة وهذه الفرية التي اعترفت بها الولايات المتحدة الأمريكية من امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل وربطه بالتنظيمات الإرهابية أو بالقاعدة كما يدعون كذلك، لم تكن لها أي أساس من الصحة. واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا في عام 2004 و2005 بشكل رسمي. ولكن القضية، المشروع الأمريكي هو معد مسبقا لتدمير العراق، ولا ننسى بأن هناك اتفاقا مع إيران منذ عام 1974 لتقوية نظام الحكم في العراق، وهذا الأمر ليس سرا، وهذا من الوثائق التي سربت في حينها. الولايات المتحدة الأمريكية وضعت العراق على قائمة الدول التي نعم دكتور والترويض منذ ذلك الوقت، منذ مشروع كيسنجر اللعين الذي أطلق في عام 75 وهو نظرية الاحتواء المعلوم. اليوم بعد هذا الكم من الألم الذي سببته الولايات المتحدة الأمريكية للعراق وصمت المجتمع الدولي، الذي عندما صدق العراق كذبه كل العالم، وعندما كذبت أمريكا صدقه الحلفاء الذين أتوا معه وهم يعرفون جيدا أنهم ينساقون خلف الثور الأمريكي لمحرقة في الشرق الأوسط هدفها عنصري بالأساس، مبني على أساس ديني، وقلنا هذا منذ البداية وقالنا أن الأمر لا ليس لهم علاقة، ولكن الأمر واضح جدا من خلال التناقضات في التصريحات حتى المجتمع الدولي. كما تفضل تقريركم بشأن المقارنة ما بين الغزو الروسي لأوكرانيا وما بين الغزو الأمريكي للعراق، رغم اختلاف الظروف واختلاف المبادئ واختلاف والبعد المسافة ما بين الدولتين. طيب دكتور، على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، كيف أثر على اقتصاد العراق وعلى بنيته الاجتماعية، لا سيما بعد أن سيطرت الأحزاب الطائفية على المشهد العراقي ككل، كيف تراه؟ مشروع التدمير الأمريكي أتى متكاملا، هم يدرسون هذا الأمر وأتوا بالأحزاب التي تخدم المصالح الأمريكية وتخدم الهدف الأساسي من الغزو. الغزو له أساسين مختلفين، الأساس التدمير المادي ومن ثم التدمير الاجتماعي، والتدمير الاجتماعي هو الأخطر والأكثر بعدا والأكثر تدميرا حقيقة، لأن التدمير المادي قابل للتصليح، قابل أنه يعاد بناء البلد عندما يستلم قيادته من أناس همهم على العراق وولائهم للعراق أولا وآخرا. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية عندما غزت العراق كان أهم جزء من أهداف الاحتلال هو التدمير الاجتماعي الذي طال كل مفاصل المجتمع العراقي، حيث ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام مزرعها التي قسمت الشعب العراقي عموديا وأفقيا، أي على الأساس القومي عموديا ومن ثم أفقيا على الأساس المذهبي، الذي وظفته بشكل كبير بالاستعانة مع جارة السوق إيران وأدرع إيران التي الذين حاربوا العراق مع إيران، واستخدمتهم استخدام بشع في تحويل الشعب العراقي إلى كتل متصارعة فيما بينها. هذا من الجانب الاجتماعي. أما الجانب الاقتصادي فهو الجانب الأكثر ضررا على المجتمع العراقي من الحالة المادية التي وصل الشعب العراقي، نسبة البطالة وصلت إلى أرقام كبيرة، الفساد الذي نهب أموال العراق، الولاء الذين خلصتهم أمريكا للعراق وكل خارج العراق. وبالتالي عندما تجد أناس يصرحون بأنه يضرب بلدهم من بلد آخر أيا كان هذا البلد،
وهم يقولون نحن نفتخر بان هذا النوع قام في جار ايران مضرب اربيل. نعم. اتوقع وهم على سدة الحكم ويظهرون على شاشات المواقع والتلفزه العراقيه. هذا ضمن الدستور الحالي، هذا يعتبر خيانه عظمى، يحاكم بالخيانه العظمى. فاذا كان الذين يحكموننا هم من هذه الفئه، من فئه الخونه، تخيل مدى التدمير الذي يسببوه للشعب العراقي. نحن بلد زراعي صناعي، كانت له في قاعده صناعيه وزراعيه كبيره، كلها تلاشت، الكهرباء لا توجد، الخدمات لا توجد، الماء لا يوجد، الزراعه لا توجد، الصناعه لا توجد. اذا هذا المستقبل المخيف الذي وضع فيه العراق. واهم من هذا كله هو تجهيل الشعب العراقي بشكل متعمد، تدمير التعليم، تدمير الاجيال، ليس تجهيل الحال الذي يعيش الان الفقر، ويعيش الحاجه للخدمات، ويعيش الحاجه للامان، وانما التدمير حتى مستقبل الاجيال. لان نحن الان حسب تقارير الامم المتحده مقبلون على 50% من الشعب العراقي يعتبر امي، لا يقرا ولا يكتب. اذا هذا نعم. هذا هو التدمير الذي قصدته الولايات المتحده الامريكيه. نعم. من استهداف علماء العراق والحاله العلميه في العراق. دكتور، صحيفة بوبليكو الإسبانية تقول إن احتلال العراق بني على وثائق مغلوطة لتبرير هذه الحرب، كيف تصف تلك الوثائق وما صاحبها من دعاية لتبرير تلك الحرب التي تركت كل هذه الآثار؟ أنت ذكرتها ولكن لابد من الوقوف عندها أكثر، تفضل. الولايات المتحدة الأمريكية ركزت على جانبين، جانب مثل أسلحة الدمار الشامل والامتلاك العراق لهذه الأسلحة، وفبركت كل الوثائق التي قدمتها في مجلس الامن، وخاصه كولن باول عندما ظهر وقال نحن لدينا شاهد، وشاهد العيان هو احد المهندسين الذي كان يعمل معي، وهو معروف بانه كذاب، اللي اطلقت عليه لقب كيربول، لا اريد ان اذكر اسمه. نعم. وهذا الامر حقيقه من المضحك انه وليعلم الشعب العراقي، وانا تحدثت في هذا الجانب لانه تهمني انا المسؤول المباشر عنه، ومشروع تعفير البذور الذي كان لانتاج بذور القمح. كيف تم ترتيب هذه الكذبه التي لا تنطلي الا على الاغبياء، ووضعوا سيناريو غريب عجيب حتى عندما كانوا يحققون معي في ذلك الوقت، قلت لهم هذا فيلم هوليودي، يعني لا يمكن لهذا المكان ان يكون اسلحه بيولوجيه السياره كما تدعون وتظهرون على الشاشات وتقول لدينا وصار في انفجار. وهذا المقطع واضح للعيان، وبعد ان اثبتنا لهم بان هذا الادعاء كاذب، وان هذا الموضوع ليس له علاقه لا من بعيد ولا من قريب، ولا يوجد مصلحه للعراق ان يخفي. نعم. هذا ولكن لاحظ تغيير النغمه بعد هذا الكذبه الكبرى. بالضبط. الى كذبه نحن اتينا من اجل الديمقراطيه. وتناسى العالم هذه الدماء التي سالت في العراق، وهذه الضحايا التي حقيقه لما نرجع الى التدمير الانساني، المأساة الانسانيه، عدد الضحايا يربو على المليونين، وهذا الكلام يشمل كل الذين تعرضوا للقتل وللقتل المباشر والتدمير والمهجرين في الداخل والخارج، وصل 9 مليون. نحن نتكلم عن تهجير شعب باكمله، تدمير شعب باكمله. القضية ليست كذبة وانتهت، ولكن أنا حقيقة من هذا الموقف أقول أنه أثبت العالم بأنه عالم منافق، والأمم المتحدة ما هي إلا شماعة. طيب. تستخدمها استخدامات الولايات المتحدة الأمريكية لتبرير غزوها للعراق، والموقف الحالي من الغزو الروسي لأوكرانيا حقيقة أثبت الكثير من عنصرية. هو في هذا المفصل دكتور أستعير منكم عبارة أن العالم تناسى الدماء التي أهدرت في العراق. دكتور الآن ومع تعالي الأصوات حول الغزو الروسي لأوكرانيا، ألا ترى أن الحدث كيف أو كشف زيف وكذب وازدواجية المعايير الغربية إذا ما قورنت بما حدث في العراق دكتور؟ هم اعترفوا صراحة بازدواجيتهم وعنصريتهم، هم يدعون الإنسانية ويدعون حقوق الإنسان وحرصهم على حقوق الحيوان وما إلى ذلك من هذا الكلام الفارغ، لكن الواقع المؤلم الذي الكل يعرفه أن هذا المجتمع هو مجتمع متناقض، وأن العالم الغربي عالم عنصري وعنصري بامتياز،
والحدث الأخير الذي حصل كشفوا عنهم وهم في منهم في سدة الحكم، ومنهم صحفيين ومنهم إعلاميين ومنهم من يدعون حقوق الإنسان. إذا ازدواجية المعايير هي متبعة من قبلهم منذ فترة طويلة، يعني ولا يكشفها إلا من يقع في فخها. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدعي حقوق الإنسان وحريصة على حرية الشعب العراقي، وأتت وقتلت من الشعب العراقي بجرائم بشعة يندى لها جبين الإنسانية وليست حقها حتى القانون الدولي. نعم عندما دكتور. أتت على 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 شعب وقتلت واغتصبت، وجريمة أبو غريب وجريمة عبير والجرائم التي ارتكبها جيش الغزو الأمريكي للعراق في شوارع بغداد. نحن كنا نرى كيف نعم. تقوم الدبابة الأمريكية بالصعود على عجلات المواطنين هم وأطفالهم بسياراتهم. هذه هي الإنسانية الغربية، وهذا هو المشروع الغربي الذي يريد من الإنسان أن يكون بلون واحد وطائفة واحدة. والعنصرية أتتنا من الغرب. نحن في بلاد المسلمين لا يوجد لدينا هذا التطرف نعم العنصري، دكتور. وهذه العنصرية هم أسسوها ولا تزال في أنفسهم. إن أخفوها إعلاميا قد أظهرتها نواياهم في أوكرانيا، وكيف أنهم يستهزئون بأرواح الشهداء في العراق وفي سوريا وفي أفغانستان وفي الدول الأخرى، وأنهم كيف يقبلون أن تكون يكون الذي لونه عن عينيه زرق وشعره نعم دكتور أشقر يتعرض للتهجير، بينما قتل شعوب بأكملها والتآمر على العراق وعلى سوريا وعلى اليمن وعلى ليبيا وعلى أفغانستان، هذا مسألة فيها نظر. من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.